اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين. طبعا خليني ارحب بضيفي في هذه الفقره كريم سعيد، هنتكلم عن امور فنيه وايضا وجهه نظره في تصريحات المدير الفني موسيماني وريني فايلر بعد نهايه هذه المباراه وصعود النادي الاهلي الى الدور قبل النهائي. مبروك يا كريم ومشرف ومنور. مساء الخير كابتن اسلام، والف مليون مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. طبعا التاهل ال 16 في تاريخ النادي الاهلي يوصل لسيمي فاينل دوري الابطال. النادي الاهلي متربع تماما في المكان ده او في الرقم ده، بعيد جدا بعديه الترجي وسان داونز وصل 12 مره، لكن طبعا النادي الاهلي وصل 16 مره اكيد رقم مميز جدا جدا جدا، ويؤكد ازاي الفريق السنه دي فعلا وريني فايلر مركزين على افريقيا بشكل ممتاز جدا. طيب التصريحات بيتسو موسيماني النهارده بعد نهايه المؤتمر الصحفي، قال ان يعني حزين لان حارس الاهلي كان يهدر الوقت، حاجه غريبه جدا لكن ماشي، لكن هناك اشياء لا يمكن ان نغيرها فنحن في افريقيا. قال ايضا ريني فايلر لم يكن سعيدا بما حدث خلال المباراه. ذكي جدا بيتسو موسيماني. اكمل لك بس وخليك تكمل. الاهلي يتعاقد مع لاعبين بملايين الدولارات، وخير مثال على ذلك اليو باجي واليو ديانج ورمضان صبحي. لقد واجهنا الاهلي اليوم بمهاجم رابيد فيينا، هو ما اصبحش مهاجم رابيد فيينا، هو اصبح مهاجم الاهلي فلوس غاليه. فيعني كلام يعني هو ذكي بصراحه، بيبعد المسؤوليه عنه يعني. والله هو بيتسو موسيماني بصراحه في الماتشين دول اتكلم اكتر من الاعلام، يعني اكتر واحد بصراحه اتكلم في الاسبوع العشر ايام الاخيره بصراحه كان بيتسو موسيماني، حاول ان هو يلعب نفس الجيم اللي عمله معانا السنه اللي فاتت. بس طبعا احنا اكدنا كتير ان ماتش الخمسة صفر كان استثناء وكانت ظروف مش طبيعية، وكان الاستعدادات اللي قبل المباراة كانت مختلفة تماما. عشان كده النهاردة شفنا اهم نقطة النهاردة لعيبة النادي الاهلي. كان في ارهاق، ولكن النادي الاهلي مكمل 90 دقيقة مع سان داونز في بريتوريا، والنادي الاهلي هو اللي بيضيع فرص. هنتكلم على اخر نص ساعة، اخر ربع ساعة بالذات، اخر ربع ساعة، اخر ربع ساعة بصراحة النادي الاهلي لو كان حابب يطلع كسبان من المباراة كان يطلع كسبان بشكل سهل جدا جدا في هذا الكم من الفرص اللي اتيحت لحسين الشحات واجاييه في الدقايق الاخيرة، وكمان انطلاقات اليو ديانج. فرق شاسع ما بين ماتش السنة دي وماتش السنة اللي فاتت، وده يؤكد تاني الكلام اللي احنا دايما بنقوله، ماتش السنة اللي فاتت ده كان استثناء مش فني، ما كانش فيه تفوق فني خالص، ولكن كان فيه مشاكل في الاستعدادات اللي كانت عندنا. تم تدارك هذا الموسم طبعا كل حاجه تم تداركها. تم تدارك موضوع الاكسجين، تم تدارك موضوع اللعب الساعه 3، تم تدارك موضوع الحراره، حتى النقطه ان فايلر ولا وفايلر كمان في حته ان هو يختار يعني اللعيبه الافارقه كلهم يبداوا المباراه، ده اكيد طبعا مش امر اعتباطي يعني، ولا حتى يعني الراجل خدها يعني بالصدفه، لا هو الراجل اختار اكتر لعيبه ممكن تصمد لاطول وقت ممكن، لان هو كان فاهم جدا 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 ان سان داونز اكيد هيبقى الهجوم كله واللعب كله بدني، وشفنا طبعا اختلاف في الاداء ومخاطره كبيره جدا من بيتسو موسيماني النهارده في الشوط الاولاني. برده الراجل رغم ان احنا متعودين على سان داونز في التيكي تاكا، برده الراجل استمر باللونج باس، بس بصراحه هم لازم نشيب بيهم في مساله التمرير الطولي اللي هم متدربين عليها بطريقه بصراحه بيوصل الكره بسرعه، بتخلي المدافع دايما عنده مشكله اطلع قدام ولا ارجع ورا. ودي النقطه اللي احنا كنا دايما يعني احنا بنتفرج على المباراه ممكن يكون بنعيب على لعيب من الاهلي، لا اطلع قدام، لا خلي بالك لعيب في الملعب بيبقى عنده تخوف، لو انا اتقدمت ازيد على اللزوم فجوه كبيره ورايا، في فجوه ورايا هيجروا، والسرعات طبعا كانت ليهم، وشفنا الكره بتاعتها فتحت اللي كانت فيها انذار اللعبه الاولى، هي دي كانت الخطوره عند لعيب النادي الاهلي، انا ما اقدرش اتقدم بالدفاع، ودي كان قرار ممتاز جدا من ريني فاير اللي شاف ريني فاير في الشوط الاول يا كابتن اسلام واقف على الخط بيقول للعيبه اوعى تضغط من قدام، صح. ارجع قفل مساحه اللعب، اهم حاجه ان احنا نضمن ان سان داونز يلعب على الكرات الطول، لان احنا بصراحه فكره اللعب على الارض فيها مشكله كبيره جدا جدا، خصوصا في ظل وجود النهارده سيرينو اللي كان موجود بيلعب على الطرف في ماتش الذهاب، النهارده كان محطوط في العمق. طيب خلينا بقى نتكلم فنيا شويه عن هذه المباراه ووجهه نظرك في هذه المباراه. طبعا بدايه ريني فايلر راجل بيستمر طبعا في خداعنا كلنا في مساله التشكيل، اعتقد ريني فايلر مدير فني ربما الوحيد في تاريخ النادي الاهلي اللي الجميع فشل في توقع اي تشكيل ممكن، صح. يبدا بيه. وتاني
بنستمر القاعدة بتاعتنا ان رينيه فايلر الروتيشن بتاعه مبني على المنافس مش مبني على الاجهاد. الراجل بيحط اللعيبه اللي تناسب المباراه من وجهه نظره طبعا وبصراحه بنسبه تفوق 90% شفناها ماشيه معاه بشكل كويس جدا جدا في كل اختياراته. البدايه بطريقه 4-1-4-1 كان اختيار مميز جدا 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 بالاعتماد على جيرالدو انه يساعد احمد فتحي والاعتماد طبعا على احنا قلنا اتكلمنا كتير على أجايه في الجهة اليسرى هو أفضل من يعمل الدور الدفاعي وشفنا دور محمود متولي كليبرو متقدم بس لحد ما كان النقطة المهمة جدا عند محمود متولي هي اللعب الكرة ما تخليش اللعب على الأرض الناس ترقصك بهذا الكم من الكرات كانت عاملة علينا خطورة لكن جيرالدو بالأرقام نجح في الشوط الأول نجاح باهر في الدور الدفاعي نقول إن جيرالدو تمكن من افساد 4 هجمات على سان داونز 4 كرات طوليه اتلعبوا بالظبط الطار فيها اللي عمل فيها كام تغطيه بصراحه وكمان عنده نقطه مميزه جدا كابتن اسلام انه بيقدر يطلع الكوره برجله الشمال وهو بيلعب على اليمين فهنا مدياله ميزه ان انا النهارده مش محتاج استنى الكوره تنزل لي لا قبل ما تنزل يا باشا وانت بتجري من ورايا انا هطلعها لك برجلي الشمال وبالتالي هنا نفهم ليه رينيه فايلر اختار جيرالدو يلعب على اليمين وده كان اختيار جيد جدا. تاني فكرة اللعب بدفاع متقدم فقط بس على منطقة الجزاء في وجهة نظري الشخصية كان قرار سليم لأن طبيعي كان لازم نقعد فترة نستحمل الضغط بتاع سان داونز كان في ضغط يحصل ده طبيعي من الفريق متأخر 2-0 بصراحة لا فرقة عندها مهارات فردية كويسة جدا وخلي كابتن اسلام أقول لك رقم مهم جدا احنا الفترتين الوحيدتين في المباراة اللي عانينا فيهم آخر ربع ساعة في الشوط الأول وأول ربع ساعة في الشوط الثاني وهما دول نبص على رينيه فايلر كان محتاج بس ان الفريق يصمد لغايه لما يوصل للدقيقه 60 ويبدا يعمل التغييرات، تغييرات فايلر كانت ممتازه ممتازه جدا وغير متوقعه طبعا طبعا كانت ممتازه جدا ليه؟ لان الراجل النهارده شايف جدا ان بعد نزول لانجرمان لما موسيماني نزله الشوط الثاني لانجرمان بيطير، موسيماني برده فضل بيلعب لبويسا 45 دقيقة هو عنده واجبات دفاعية كتير وعشان كده ودى لشرمنتو المساك يلعب على الشمال، لكن من بداية من 45 دقيقة الثانية بدأ سان داونز بنزول لانجرمان يعمل ضغط جامد جدا على الجبهة اليمنى وبصراحة النادي الأهلي الحمد لله إن في وجود لاعب اسمه أحمد فتحي. أحمد فتحي طبعا لعيب جوكر اتفضل محمد هاني انزل تباك اليمين، فتحي رغم هذا الضغط البدني ورغم هذا المجهود بيحوله يلعب مش ايه بيلعب على الطرف بيلعب هاف ديفندر يعني اللي هو عنده مجهود محتاج مجهود اكتر جدا انت ممكن على الباك كابتن اسلام طبعا انت احسن من يتحدث على الحته دي وكمان لما كنا بنستشهد بماتش اسك لو انت تفتكر طبعا ماتش كان صعب جدا ان انت تلعب احمد فتحي في مركز الهاف ديفندر بعد هذا المجهود اللي عمله في الشوط الاول كان صعب جدا بس الحمد لله ان فتحي قدر يتحمل الضغط ونزول محمد هاني في وجهه نظري ونزول أيمن أشرف على الجبهة اليسرى أغلقوا تماما الطرفين عند سان داونز وخليني برضو أديك رقم مميز سان داونز في المباراة كتوتل عمل 71 كرة طولية 71 كرة طولية وبالتالي احنا أجبرناهم برضو ان انت ابعد انك تلعب كرة على الأرض معايا حاول انت بكل ما يعني كل أسلحتك تحطها في الكرة الطولية زي ماتش الذهاب هو ده اللي كان عايزه رينيه فايلر طبعا طبعا اللي بتسهل لي وخليني بقول لك بقى الرقم المميز للنادي الاهلي النادي الاهلي خد من 71 كوره كام كوره طوليه افسد كام هجمه 35 كوره خدها لاعيبه النادي الاهلي يعني. وبالتالي بنتكلم في نسبه 50% يعني كده افسدت لك 50% من هجماتك وبالتالي فضل عندي بس 50% اتعامل معاها سواء انت هتستلم الكوره ولا هتعمل بيها ايه وبالتالي شفنا ان في هجمات لسان داونز كانت خطيره خطر. في الشوط الاول ولكن ليس بنفس الكم اللي كان موجود عليه السنه اللي فاتت وطبعا في الاعتبار ان احنا تاني بنلعب في اكسجين صعب جدا بنلعب في رطوبه صعبه جدا النهارده الجو كان على عكس اليومين اللي فاتوا حر هناك بحسب التصريحات اللي جات لنا من بريتوريا وبالتالي في بعض الظروف ممكن تبقى معاكسه ليك ولكن الرسمه اللي رسمها رينيه فايلر للمباراه في وجهه نظري كانت ممتازه ونجحت بنسبه تفوق ال 90%. طيب على الجانبين انت بتقول ان هو قفل الجانبين بشكل جيد جدا طبعا. خصوصا في الشوط الثاني ولكن ليه اختلاف ان احنا رحنا في اخر نص ساعه او في اخر ثلث ساعه كان ممكن المباراه دي تخلص بعدد وافر من الاهداف لصالح النادي الاهلي. بص يا كابتن اسلام بعد هدف علي معلول خلينا ناخدها من الشوط الاول بعد هدف علي معلول
فرقه سان داونز ارتبكت تماما في نص الملعب، وشفنا اليو ديانج وعمرو السوليه قدروا فعلا يستحوذوا على نص الملعب، والتسديده بتاعت عمرو السوليه لو كان بس يعني نطت على الارض قبل ما اونيانجو يمسكها، يعني هو مسكها وهي في الهواء، لو كانت نطت بس نطه واحده كانت هتبقى هتغلطه، كانت هي ما في مشكله جدا عنده ان هو يقدر يتصدر. لو كل دي جت وجبنا هدفين في ظل اعتقد زمن اقل من 10 دقائق ما كناش هنشوف السيناريو. او بتاعت اليو باجي الكره اللي بتاعت السوليه اللي عملها، لا اللي عملها كانت الشوط، اللي كانت في نهايه الشوط، كانت في نهايه الشوط مظبوط. بصراحه بتكلم على التوقيت، يعني بتكلم على التوقيت يعني بصراحه بقى سان داونز فعلا استفاد من الخطا الوحيد اللي احنا ارتكبناه بعدم التغطيه في الكره الطوليه، واحده من الكرات طبعا هم قدروا من 50% اللي احنا قلنا هم قدروا يوصلوا بيها المرمى محمد الشناوي، وجابوا الهدف بتاع سيرينو، والتوقيت بتاعه طبعا اداهم يعني دفعه ثاني ان انت لسه الماتش ما خلص او انت جبت الهدف في الدقيقه 27 وتقدر تكمل انك توصل للربعيه اللي كنت عايز توصل لها. ولكن انا في وجهه نظري النادي الاهلي لعب باسلوب مميز جدا في الشق الهجومي، وندي هنا مثال بسيط جدا، الهجمات المرتده اللي النادي الاهلي عملها في الشوط الاول بعد حتى التعادل بنتكلم في ثلاث هجمات، وخصوصا لما كان النادي الاهلي بيضغط اول ما لاعب سان داونز يعدي نص الملعب. دي النقطه اللي احنا كنا منتظرينها من محمود متولي، وانس ان اللاعب عدى نص الملعب كان لازم تضغط عليه عشان يقرب منه بالظبط، عشان هنحس بفايده الهاف ديفندر الثالث اللي احنا لعبنا بيه. وبالتالي اليو ديانج وعمرو السوليه الهجمتين اللي حصلوا للنادي الاهلي مرتدتين كانوا من الضغط واستخلاص الكره في نص الملعب بدري. طبعا الشوط الثاني بقى حصل اللي حضرتك بتتكلم عليه ده، بس من ناحيه ثانيه مش من الضغط بتاعنا ولكن من الانهيار البدني اللي اصاب. لا، من الانهيار البدني والضغط الهجومي اللي عامله وسايب، ما هو اصل انا عشان اضغط بشكل يعني عشان اهاجم النادي الاهلي انا لازم اسيب مساحات في ظهري. طبعا واكيد طبعا شفنا لعيبه سان داونز بصراحه بعد الدقيقه 65 في ظل التغييرات اللي عملها النادي الاهلي بدا ارقام النادي الاهلي في التمريرات الناجحه تزيد. يعني مثلا انا قلت ان أسوأ فترات الأهلي كان من الدقيقة 30 للدقيقة 45 ده من الشوط الأول، ومن الدقيقة 46 للدقيقة 60 من الشوط الثاني، من الدقيقة 61 للدقيقة 75 النادي الأهلي إجادته في التمريرات في نص الملعب ارتفعت. عملنا ما يقرب من 15 تمريرة ناجحة في نص الملعب بفضل إيه؟ قرب المسافات وكمان عدم قدرة لعيبة سان داونز في الضغط. شوف نص الملعب وكأن الشكل كان بيقول في مثلا 10 لعيبة صح هنا و10 لعيبة هنا هو، وبالتالي اي لاعب النادي الاهلي كان بيفتح سبرنت في نص الملعب كان بيجيد وادي مثلا بسيط في كام كوره. شفنا اليو ديانج عمل نفس الحركه كنا بنقول عليها في الدوري، خد الكوره وزقها قدامه وقدر يحط جسمه، وبالتالي كان بيروح وعنده مساحه شاسعه جدا، وهنا جه الدور بتاع حسين الشحات، وهنا يؤكد تغيير فاير ممتازه جدا في الجبهه اليمنى ان نحط حسين الشحات. مش عايزين نتكلم على الفينيشنج دلوقتي، نتكلم الاول ان حسين الشحات استلم 20 كوره في الفتره هو اللي نزلها في نص ملعب سان داونز، ده رقم ممتاز جدا 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 للاعب بديل استمتع بشكل. لكن انا في وجهه نظري من فرجتي على حسين الشحات كنت حاسس ان هو عنده خناقه داخليه مش عارف يعمل ايه، اروح عند الكوره اضيع وقت ولا اراوغ ولا العب كوره بالعرض. وبالتالي بدا حسين الشحات هو كل همه بالظبط، هو كل همه ان هو عايز يعمل الحاجه اللي تخلي الجمهور راضي عنه، فهو في بعض الاحيان عايز يضيع الوقت زي ما رنيفا قال، احنا عايزين نمسك الكرة اكتر وقت ممكن ونطول زمن الهجمه، لان احنا الزمن يا اخي برضه كابتن اسامه اقول لك رقم كان سيء لينا، زمن هجمتنا من الدقيقه 30 للدقيقه 45 باستثناء الكرة بتاعت عمرو السوليه واليو باجي كانت ثانيتين. يا نهار اسود الهجمه صعبه دي، احنا سان داونز كان بيخلص الهجمه نلعب الكوره على طول سان داونز يسترجع الكوره وياخدها ويبدا هجمه ثانيه. الشوط الثاني بدانا بنفس الريتم لغايه لما بدا الزمن يزيد الى حوالي 5 ثواني وبدانا نوصل ل 10 ثواني وال 15 ثانيه في نهايه المباراه. بس ده بسبب ايه؟ حسين الشحات عملها بشكل مميز، بس حسين كان محتاج ان هو فينش الفينش والقرار. ما ينفعش اول ما توصل عند المدافع تبدا تسال نفسك يعني هراوغ هروح للكورنر هاخد فاول، ساعتها المدافع طبعا بكل تاكيد كان بيعمل ايه؟ بيضغط عليك في اللحظه اللي انت بتفكر فيها، انت مش عارف تاخد قرار، فبالتالي بنجح ان انا اخد الكوره واردها. بس انا شايف ان حسين الشحات بعيدا عن الفينشنج قدم بصراحه الدقايق اللي نزلها كانت دقايق مميزه، لانه كان مطلوب منه حاجه واتعملت ان هو طبعاً. انا افضي نفسي واروح في الحته الفاضيه، وكان بيروح في الحته الفاضيه وكان ممكن يجيب جون واثنين وثلاثه. صحيح، وهو كان بس كان محتاج ان هو يبص برضه حته بصراحه التفاهم ما بينه وبين اجاييه كانت قليله، لان احنا كنا شفنا اجاييه في كام فرصه قدر يسرق المدافع بيجري بيه وبعد كده بيرجع.
اللحظه اللي كان بيرجع فيها نفس الكوره اللي انت كنت بتعملها مع بركات، بركات بياخد المساك ويجري بيه ويبدا المساك عنده الفكره ان انا هيخش لغايه منطقه 6 ياردات، هوب بركات يرجع لورا، فانت تلعب له الكوره على مشارف منطقه الجزاء، هوب التسديده وان فيرست تايم على طول في الجون. هي دي اللي اعتقد كان ممكن الجمهور مستنيها من حسين، خصوصا ان الكوره اتكررت كذا مره. فانا بتعلم اول هجمتين مثلا انا جيت افكر فيهم ما اجتش فيهم، طيب الهجمتين اللي وراهم انا كنت ممكن افكر ابص بقى ما دام انا مش الحل الفردي او انا مش قادر ان انا اعمل الحاجه اللي انا عايزها او المراوغه اللي انا عايزها، خصوصا ناشامنتو بصراحه مساك طويل وصعب ان انت ترقصه بسهوله، وبالتالي كان ممكن يبقى نلجا للكرات العرضيه، خصوصا ان احنا كلنا كان نفسنا بصراحه نحقق الانتصار في المباراه دي، كانت هتفرق معانا بصراحه نفسيا ومعنويا كتير. دور محمد الشناوي النهارده كان واضح جدا، ولكن طبعا سيف يعني مسك الكره اللي في الدقيقه 5 دي او طلعها بشكل طبعا رائع جدا، ولكن انا حتى بتكلم على الكرات الطويله اللي كانت بتتلعب في ظهر المدافعين. واحده من النقط اعتقد اللي اديتني دفعه معنويه كبيره جدا كابتن اسلام، التصدي بتاع الشناوي في اول خمس دقائق. تصدي اكثر من رائع، من نوع من التصديات اللي بيخلي اللعيبه دايما عندها دفعه. يعني لو الحارس عمل التصدي ده انا كان بالظبط زي شفنا امبارح مثلا التصدي بتاع ابو جبل من حمدو الهوني في الشوط الثاني، ده التصدي اللي خلى لعيبه نادي الزمالك تكمل لنهايه المباراه بشكل قوي جدا. تصدي بصراحه محمد الشناوي في بدايه المباراه كان اكثر من رائع، وكمان ان هو طلع بجسمه وصد يعني قفل المرمى كمان بشجاعه بحته، يعني كان ممكن الكوره بصراحه تيجي في وشه، هو يعني فتح ايده وحط جسمه وحط صدره بطريقه بصراحه قدر يقفل الزاويه على نشامنته بشكل جيد. تقديره للكرات الطوليه والعرضيه كان مميز باستثناء بس كره واحده دي اللي اكيد طبعا احنا ما ينفعش ان احنا نطلب من اللاعب انه ياخد ضربه 90 دقيقه ولا 95 دقيقه، صعب جدا. انما بصراحه محمد الشناوي في كل التصديات بتاعته كان شكل رائع جدا، وحتى الكوره بس النقطه اللي جت عند سيرينو لما خد الكوره وانفر، او زواني مش سيرينو، زواني لما خد الكوره وشاطها ما كانش قادر يكمل، وهو التصدي نفسه خلاه يخلي ان هو ما يقدرش يهدد مرمى الشناوي غير من مسافه بعيده، واعتقد ده برده خلى لعيبه سان داونز تخاف من الاقتراب من مرمى محمد الشناوي كتير، لان هو قدر ان يثبت ان هو بيقدر يصد في المرمى بشكل جيد. اعتقد ان اكثر المستفيدين من مستوى اداء محمد الشناوي وايضا ابو جبل الحقيقه في الزمالك نادي منتخبنا الوطني الحقيقه، لانه ايضا كمان الاستبارات النهارده سواء ياسر ابراهيم او رامي ربيعه، وايضا من امامهم محمود متولي اللي ساعات بيلعب في هذا المكان، اعتقد استفاده كبيره كريم. طبعا اكيد طبعا احنا بنتكلم عن احنا في الوقت الحالي كان يعني في بعض المشاكل او بعض الازمات عند مركز حراسه المرمى عند المنتخب، اكيد بالمستوى اللي مأديه ابو جبل في ماتش امبارح والنهارده محمد الشناوي بصراحه، وماتشين صعبين جدا، بنتكلم على ماتشين اوي والفرقتين محتاجين ان هم يحافظوا او على الشكل الدفاعي اكتر من الشكل الهجومي، اعتقد ده اكيد طبعا مكسب كبير جدا للمنتخب الوطني. طيب ايه المطلوب بقى خلال الفتره القادمه؟ طبعا اكيد احنا النادي الاهلي اتم المهمه بشكل ناجح جدا، ريني فايلر اكد بصراحه ان تركيزه وفهمه بدا يزيد بالتعامل مع مباريات افريقيا، بنتكلم النهارده اول مره ريني فايلر بيتخلى عن مركز البلاي ميكر وبيلجا للاعب خط الوسط الثالث، نفس الفكره اللي كان بيعتمد عليها مانويل جوزيه، دي تغير في الاستراتيجيه. لسه هنشوف طبعا مين المنافس ان شاء الله بتاع النادي الاهلي ما بين الوداد والنجم الساحلي، وان كان طبعا الوداد اعتقد يعني كافراد وكمهارات فرديه هو الافضل، واعتقد هيرجعوا بيه بطاقه الترشح. النادي الاهلي عنده ماتش اكيد طبعا ماتش محلي يوم الاربعاء قدام فريق سموحه، مهم جدا النادي الاهلي يكمل الشكل بتاعه المحلي، وطبعا عندنا مساحه حلوه جدا جدا ان الماتش الذهاب قدام في السيمي فاينل هيبقى يوم 1/5، فبالتالي في مساحه لاسترجاع بعض الاوراق زي رمضان صبحي، الله يعني الله اعلم حمدي فتحي هيقدر يرجع ولا لا، بس طبعا رجوع حمدي فتحي اكيد مهم، ورمضان صبحي اعتقد يعني بنسبه كبيره ان شاء الله يلحق السيمي فاينل، كل دي اوراق اعتقد هتفيد النادي الاهلي بشكل كويس جدا في السيمي فاينل. اخيرا تغييرات في التشكيل خلال الفتره القادمه ولا برضه ننتظر المفاجآت؟ انا خلاص يعني في الحته دي مش هسال السؤال ده، احنا محتاجين نقفلها بصراحه كابتن اسلام. ليه؟ ليه خلاص ليه فاينل روتيشن اساس من شغله، بس مش روتيشن اجهاد، هو ما بيشوفش مين اللعيب المجهد وبريحه، بدليل علي معلول النهارده اعتقد في ظل بعض الانباء اللي كانت بتقول ان عنده مشكله يعني طبيه في رجله، كان ممكن يفضل ان هو يبدا بايمن اشرف من البدايه، لكن بصراحه واضح جدا جدا ان هو حسب
التوقيت بتاع الاجهاد، لان فعلا ايمن اشرف لما نزل في النص ساعه الاخيره نشوف التاكلينج اللي عمله على سيرينو في واحده من السبرنتات لما هو شاف ان سيرينو سبقه، شكرا انا مش هقدر اجيبك وبالتالي خلاص مش هحاول معاك، مش هخش معاك السباق ده خالص، انا هحول السباق السباق بدني وسباق قوه، وعمل التاكلينج وقدر يتخلص من الكوره. كل دي تبقى حسابات عند المدير الفني، وبيبقى بصراحه يعني هو مش قمار ولكن فايلر من الناس اللي ما بيجي يختار قرار بيبقى حاسب نسبه نجاحه وبيشتغل بالنسب، واضح جدا 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 برضو الصور اللي شفناها لما كان مع رامي ربيعه وبيتكلم معاه على موضوع الشمس وموضوع ازاي النهارده نتغلب عليها عشان الكرات الطوليه، ان هو عارف ان سان داونز كل لعبه هيبقى كده هيبقى طولي او هو عايز سان داونز يلعب بهذا الشكل، وده هيضايق المدافعين لان انا النهارده لما هطلع ابص للكوره ممكن الشمس تبقى ضربه في عينيا فما اعرفش اخدها بشكل جيد. فبالتالي كان كل الخطه بتاعه فايلر مبنيه على نسب ومبنيه على حسابات. اخيرا كلمات اخيره لو عايز تقولها طبعا 1000 مليون مبروك طبعا للنادي الاهلي، واعتقد بالتاهل ده اتمحت تماما ذكرى سيئه من تاريخ النادي الاهلي الافريقي وهي السنه اللي فاتت الحمد لله، خصوصا سان داونز ما قدرش حتى انه يكسب البطوله في نهايه المطاف. لكن اعتقد النادي الاهلي للمره الاولى من فتره نشوف شخصيه مختلفه للفريق في الماتشات الاوي، والنهارده كنا اعتقد ان الاهلي في الربع ساعه الاخيره كان هو الفريق الاقرب للانتصار. اتمنى ان شاء الله باذن الله باذن الله يبقى اول انتصار للنادي الاهلي خارجيا مع فاير في السيمي فاينل ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا، انت قلت كلمه كويسه جدا ان ما حدث خلال الموسم الماضي هو استثناء وليس طبعا القاعده طبعا، والدليل واضح امام الجميع. انا بشكرك شكرا جزيلا كريم الاهلي دايما منورنا. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل دكتور احمد ثابت واهم الارقام والاحصاءات الخاصه بهذه المباراه.